اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب حلو. شكل الحكومه بقى، خلونا نختم ونبلور الكلام اللي اتقال مع الدكتور وحيد عبد المجيد. دكتور وحيد، عايزين خطوات. لو حد بيسمع وماسك ورقه وقلم وبيكتب، يجب ان نفعل ذلك كي تخرج مصر من المأزق الذي تعيشه. نعمل لا لا، هقول لك رغم ان انا متاكد وعندي يقين كامل ان ده مش هيحصل لو بيسمع انما انا هقول لك زي يعني استكمالا اللي قلته المره اللي فاتت، انه الاساس انت محتاج خط. وعلى فكره احنا مش محتاجين غير ان احنا نتفق على الاتجاه وعلى السياسات الانقاذ اولوياتها ايه. احنا لا يعني على المستوى الاقتصادي لازم نعمل خطه تقشف. يعني اي حد بيشتغل في الحكومه لازم، بس خطه التقشف اللي معموله في هذه الحكومه دي خطه مأساوية، وخطه اولا يعني مخالفه لكل ما تعلمه الناس على مدى عقود طويله في معالجه الازمات الاقتصاديه واعراضها الماليه. احنا عندنا ازمه اقتصاديه حاده، عندنا اقتصاد متوقف لا يعمل، وعندنا اعراض ماليه ونقديه لهذه الازمه. الاعراض الماليه والنقديه دي محتاجه خطه تقشف عاجله. اول حاجه في خطه التقشف خفض الانفاق العام، الانفاق الحكومي. ده ما حصلش فيه اي حاجه. انت بدات ترفع ضرائب، تزود اسعار، وتخفض في الدعم بطريقه بعضها يعني ممكن يجيب نتيجه وبعضها هيعمل كارثه، وتركيزك الاساسي على الاستدانه ومد ايدك للي يسوى واللي ما يسواش. رغم انه اي حد النهارده في العالم، كل البلاد اللي حضرتك بتتابعها اللي بتبقى فيها ازمات دي في اوروبا، اول حاجه بتتعمل عند التقشف خفض الانفاق العام والانفاق الحكومي. انا عندي ميزانيه الاجور في الموازنه الجديده، وعلى فكره عشان تعمل حكومه، الحكومه دي لازم تقعد 14 شهر. نعم. ما ينفعش تقعد 6 5 شهور او 6 شهور لو تعمل بقى للشغل جد، لان الحكومه دي لازم تشتغل لغايه نهايه السنه الماليه اللي جايه. يبقى عليها توافق كامل ومسانده ليها، هتعمل نقله نوعيه. الخطوه الاولى فيها ان انت تخفض الانفاق الحكومي. انت عندك انفاق حكومي طرفي وزائد عن الحد غير عادي. في كل الوحدات، الوزارات والمؤسسات والهيئات وشركات قطاع الاعمال والوحدات المحليه، عندك انفاق على مستويات كثيره، اساطيل السيارات اللي بتتعمل، الحد الاقصى للاجور. في ازمه زي دي، في ازمه خانقه زي دي، ايه اللي يمنع ان انت تعمل حد اقصى تحكمي لفتره معينه يوفر لك مبلغ كبير؟ احنا ميزانيه الاجور في الموازنه الجديده دي زائد 14% تقريبا على الموازنه اللي قبليها، هتوصل حوالي 175 مليار جنيه. 175 مليار جنيه دول نصهم للاداره العليا، نصهم دخول للاداره العليا. يعني بتتكلم قول على 75 مليار. ال 75 مليار دول تقدر تنزلهم للنص لو عملت حد اقصى معقول للاجور، يوفر لك على الاقل 30 مليار. لو عملت شويه ترشيد في النفقات اللي لا لزوم لها زي اساطيل العربيات وادارات النقل الرهيبه اللي في 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 في, في الوزارات والمؤسسات، فان انت تعمل خطه يحدث توافق عليها، دي مساله سهله لو في تغليب للمصلحه العامه على المصالح الخاصه. وفقا لهذه الخطه، انت محتاج ان انت تشوف الترشيحات اللي هتطرح ويحدث توافق على من بدون محاصصة. وعشان كده بقول انه الاحزاب والقوى السياسية ترشح من غير اعضاء، وعندنا كتير جدا من هتلاقي من 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 من, من السلفيين ومن القريبين من الاخوان ومن تبقى جميله قوي. يعني نكتشف ان الاخوان بتختار من جبهه الانقاذ وجبهه لا مش لازم تختار من الاخوان مش او السلفيين مش هنوصل للجبهه. لا لا مش بالضروره، بس كل واحد هيختار من يرى. يعني يا ريت الناس تتجرد وتختار. هنختاروا مصريين. يعني ما كله مصريين. فهي المساله احنا مش هنخترع حاجه جديده. وانت محتاج تحرك الاستثمار.
يعني محتاج ان تتخفض العجز وتحرك الاستثمار. دكتور هاني سريع دي جايب 300 مليون اهو. تحرك مش جايبين 300 مليون دولار؟ تحرك الاستثمار النهارده في المشاريع الصغيره المتوسطه محتاج مشاريع صغيره واقل من المتوسطه. نعم. انت النهارده عامل قانون معدل قانون الضريبه على الدخل عشان ترفع الضريبه على هذه المشاريع، المشاريع الصغيرة رافع عليها الضريبة. وده مخلي الضريبة في أعلى من المشاريع الكبيرة، يعني مشاريع صندوق البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية موصل فيها الضريبة ل 50% كحد أقصى، ده معناه إن إحنا بنهزل، إن إحنا مش عارفين إحنا بنعمل إيه، إحنا يعني المخرج الأساسي المنقذ لمصر النهاردة في تحريك الاستثمار، لأنه مش هيجي لك استثمارات كبيرة قبل سنتين. نعم. النهارده تشجيع المشاريع الصغيره والاقل من 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 المتوسطه ده المنقذ ليك، لان دي مشاريع شباب، انت عندك طاقه شبابيه هائله وثروه شبابيه، جزء منها مهدر وجزء مبدد وجزء ضايع 60% خالص. نعم. هذه الثروه الشبابيه لو عندك سياسه لتشجيع المشاريع الصغيره والاقل من المتوسطه فيها، دي هتبقى الرافعه اللي هتحرك لك الاقتصاد وهتخلق المناخ ده، مع شويه ثقه، مع تصحيح العلاقه مع السلطه القضائيه، لانه مش يعني احنا بنتكلم على 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 على, على موضوع الحكومه، واحنا عندنا كارثه بتحدث مع السلطه القضائيه. نعم. ده معناه ايه؟ معناه انه 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 انه, إنه لا يمكن ان انت تبني ثقه لا في الاقتصاد ولا في المجتمع ولا لأي مستوى من المستويات، لأنه لازم يبقى الناس اللي هتشتغل عشان تنقذ البلد دي واثقة إنه في قضاء مستقل مطمئنة، وإنه هذا القضاء يقدروا يلجأوا له. الثقة دي هي المفتاح الأساسي، والثقة لا تتحقق إلا بتفاهم على الخطة، وبعد الخطة تأتي الأسماء وفقا للمهام والأعباء اللي هتتحملها كل وزارة في الفترة المحددة اللي هتشتغل هذه الحكومة. وأنا بقول احنا محتاجين حكومة هتشتغل السنة المالية، عشان كده لازم هذه الحكومة تتعمل قبل إقرار الميزانية، لأن الميزانية المعمولة دي، الموازنة العامة المعمولة، مأساوية وكارثية، وهتدخلنا في نفق مظلم اكتر من اللي احنا فيه. دي محتاجه مراجعه، نرجو انه ان احنا يا رب يكونوا سامعيننا، يعني نتعامل بمسؤوليه. موازنه لا علاقه لها بالوضع اللي احنا فيه، لا علاقه لها، لا بلد في ازمه ولا في ازمه خانقه، ويعني محتاجين نتعامل بمسؤوليه في هذا الموضوع عشان ما نلبسش في الحيطه كلها. يعني احنا لو اتفقنا مثلا على حكومه تقعد 14 شهر مثلا كحد ادنى، يعني طب انا التتر خلص من زمان والناس خلاص، الناس روحت. ونتفق انه ايا كانت نتيجه الانتخابات لو بتنجز تستمر 14 شهر على الاقل، برنامج شغال من غيرك يا رب. بالظبط. انا بشكركم جدا، نورتوني. نتمنى ان الرئيس يسمع، ومش عيب انه يقبل، ومش عيب انه يتكلم في خطة ويقعد مع ناس بتفهم، ومش عيب انه يقول ايوة كل هذا الاجماع. تابع اعمل دراساتك من خلال الدكتور ياسر علي في مركز المعلومات، ويقولك الناس قبل الحكومة دي ولا رفضها، وقول بناء على الدراسات دي انا هغير، مش هتغير حاجة. تصبح على خير، بشكركم جدا. غدا حلقة جديدة، نلتقي في الخامسة مساء ان شاء الله. تصبح على خير.